راحة في البنزين 4 ساعات عشان خاطر امون، واجي اخش امون يقول لك ده الجاز خلص، اضطر ان انا اجيب السوق السود عشان خاطر اشتغل. بعبارات بسيطة يلخص علي عبد النبي أزمة نقص السولار المتفاقمة في مصر منذ شهور. فالرجل وأقرانه لا يعنيهم سوى توفر الوقود اللازم لإدارة مركباتهم. لكن من يتحمل عبء ارتفاع فاتورة السولار؟ طب انا هجيب الصفيحه ب 40 جنيه اجي اغلي الاجره على المواطن، يقول لك انا غليت ايه وانا طب انا خدت ايه من الدوله؟ الدوله ادتني ايه عشان خاطر اديك اجره زياده؟ المواطن اذا هو الذي يدفع الثمن، ما يثقل كاهله المثقل اصلا باعباء الحياه. وهو ما دفع كثيرين لتوقع ما يصفونه بثوره الجياع حال استمرار تراكم الازمات الاقتصاديه. ولقطع الطريق على هذا التطور أعلنت وزارة البترول عن ضخ مزيد من السولار عن طريق محطات الوقود التابعة للقوات المسلحة بعد تزايد الحديث عن وجود عمليات تهريب للسولار إلى خارج البلاد فضلا عن تخزينه لبيعه في السوق السوداء. فهل حقا هذه هي الأسباب الحقيقية لأزمة نقص السولار في الأسواق؟ الأزمة الحقيقية تتلخص في نقص السيولة النقدية للاستيراد من الخارج، حتى أن هناك مراكب موجودة في الموانئ المصرية لم تضخ السولار داخل المستودعات لأنه لم تفتح الاعتمادات المالية الأجنبية لأنه ما فيش دولار. هذا الرأي تعززه الإحصاءات الرسمية التي تؤكد أن مصر تنتج أقل من 60% من حاجاتها من مشتقات البترول، ما دعا رئيس شعبة المواد البترولية إلى مناشدة الرئيس لاعتماد ميزانية خاصة لتوفير الوقود أسوة بما حدث في سبتمبر من العام الماضي، وهذا كحل عاجل للأزمة. سمير عمر، القاهرة، سكاي نيوز عربية.